شكرا لبيت الزبير اللي اتاح لنا فرصة إقامة ندوة عن الترجمة من التركية العربية اللي عرضنا فيها تجربتنا في ترجمة الأدب التركي إلى العربية بمشاركة المترجمة التركية ملاك دنيز أوزدمير. شكرا للفرصة ولكل القائمين على بيت الزبير. أنا أول مرة أحضر في بيت الزبير. أولاً المكان نفسه بحد ذاته عمل فني وعمل أدبي يستحق الزيارة، يستحق الحضور. الأمسية ما شاء الله كانت غنية ثرية بالمعلومات، نقاط كثيرة كل منها تستحق جلسة منفصلة حتى يعني.